أولادك بالغربة إذا ماني غلطان، ما هيك؟ طب عندك أمل إنه ممكن شي نهار يرجعوا؟ شوي بس هالعلم حياتي ما بعرف يلعن أبو الزعل، لا تبكي لا تبكي لا لا تبكي. هني وين بأي بلد؟ خلاص عادل من غير الحديث قومي في برغل أنا البرغلات لكن هذه الثورة بدها ترجعون إذا الله هذه الثورة بدها ترجعون يا ريت. شفت هيدا العلم يلي بإيد لما؟ عندي ثلاث أولاد أنا وثلاثتهم مش هون، أنا وحدي بس بتروح لعندهم ست شهور. أنا بعرف عايشين بسدني. خبرك شغلة، أنت منك وحدك وهلا خاصة بطلتي وحدك والله. ميرسي يا بدي اقول لك شغله، بدي اقول لك شغله، الله يخلي لك اولادك. مرسي. بس من هلا ورايح بدك تعتبر انه كل اولاد اولادك الا أدل. مرسي ادولا هدي ادولا حبيبي أدل. شفت العلم يلي بايد لما؟ باردون ايه اكيد حبيب قلبي هيدا هيدا العلم صدقيني والله انه هيدا العلم اغلى من فسادهم كلياتهم. وهذا العلم هو اللي راح يرجع اولادك من الغربه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. قلت لهم اليوم انه انت طالعه معي يعني عم يحضرونا؟ لا ما اللي باستراليا سامي، بس في عندي واحد بافريقيا بيشوفني. اكيد عم يشوفني بسامي هيك ولا هيك هيك هون هون عادي.